السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ما زلنا مع الكونديشنال برانش، بس المرة دي هناخد شكل من أشكال جملة الإف اسمه النستد إف، اللي هو رابع شكل. نستد إف، إف المتداخلة، يعني أنا ممكن بعد الإف أعمل إف من أي نوتيشن إحنا أخدناه، من أي نوتيشن من الثلاثة اللي إحنا أخدناهم قبل كده. ممكن بعد الإلس أعمل برضو أي إف ستيتمنت أخدناه من أي نوتيشن، وبرضه بعد الالف اقدر احط اي ستيتمنت من اشكال الاف الغريبه اللي احنا عملناها، وتقدر تحطه جوه الاف اللي انت حطيتها جوه الاف اف واف، تقدر تخش التفاصيل غير منتهيه، مفيش اي مشكله على حسب اللوجيك بتاعك. فعلى سبيل المثال لو انا قلت اف وعملت اندنتيشن وكتبت اف كونديشن تاني، فمعناه لو الاف دي طلعت صح هيسال على الاف التانيه. هعمل تو اندنتيشن، يعني اخد الاندنتيشن بتاع الاف الاولانيه والاندنتيشن بتاع الاف التانيه، وهيبقى الاوامر دي لو الاف الثانيه اتحققت هتتنفذ. تمام، الس اف هنا لو بره خالص تبقى بتاعه الاف اللي بره من غير ولا اندنتيشن، باندنتيشن واحد تبقى بتاع تبع الاف الثانيه. خد بالك من الفرق، فعلى حسب ما انت واقف فين والسبيس، واقدر احط اف جوه الالس اف واحط الس جوه الاف واحط اف جوه الالس، مش يعني مشكله خالص، مش عايزين نتلخبط. لكن تعالى ناخد مثال واضح للفكره دي ذات نفسها، مثال واضح يقول لي اعمل الجوريزم واعمل فلوت شارت واكتب كود برمجه واختبر البرنامج الاتي. العدد بتاعي قال لي صمم برنامج يستقبل ثلاث ارقام، يعني هاخد من اليوزر اي او نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3، بعدين ارتبهم تصاعديا، يعني الصغير يطبع الاول ثم الكبير ثم الاكبر. تمام، من المرتبه الاصغر للاكبر. لو جينا نفكر، خد بالك من دي البرامج اللي هي بتعتمد على الذهن والتفكير اكتر من البرمجه. لو انت مش عارف ترتب التلات ارقام وانت مش شايفهم، لو كان ده اكبر من ده حطه ده، لو كان اكبر من ده حطه ده، لو انت مش قادر تعمل ده كمخ، هيبقى هتحس ان البرمجه صعبه. يعني البرمجه مش صعبه، انت اللي مخك لسه مش قادر يشتغل بشكل قوي. فاحنا هنمشيها واحده واحده مع بعض. تمام، هرتب الامور. اولا هريد الايه، هريد البي، هريد السي. تمام كده، هقرا التلات ارقام، ده الالجوريزم بتاعي. بعد كده هسال اقول لك ايه، انا عايز اولا اعرف بس لو كان الاي اصغر من او تساوي البي، والاي او واند اند اند ان الاي اصغر من او تساوي السي. طبعا احنا اخذنا الكومباريزون اوبريتورز في الاوبريتورز صح، واخذنا منهم الاند والاور والنوت اللي هم اللوجيكال اوبريتورز. تمام، في اي مشكله برجع له. فلازم يكون الاي اصغر من او تساوي البي اند الاي اصغر من او تساوي السي. طالما ان الاي اصغر من البي واصغر من السي، ضمنت ان الاي اصغر حاجه. اللي بالك ضمنت ان الاي اصغر حاجه، زين اذا يبقى انا فاضل لي بس طالما ضمنت ان الاي اصغر حاجه هبقى مضطر اعرف بس هي البي اللي اصغر يبقى تتبع الاول، ولا السي الاصغر تتبع الاول. بس ده كان مطمن ان الاي اصغر حاجه. خدت لي بالك من التفكير بتاعي؟ فقلت له لو البي اصغر من السي، لو البي اصغر من السي خلاص يبقى الاي ثم البي بعدها، وكده اصغر حاجه السي، اكبر حاجه السي. الس يبقى مش البي مش اصغر من السي، قلت له خلاص لو البي مش اصغر من السي يبقى الاي، طبعا دي اصغر واحده، وبعد كده السي لان البي ما طلعتش اصغر من السي، بعد كده السي وبعد كده البي. واحد يقول لي بس بيساوي، اقول له بيساوي مش هتفرق معانا، ما هو لو خمسه اصغر من الخمسه هتبقى اصغر من او تساوي الخمسه، الخمسه دي حاططها الاول او الخمسه دي حاططها الاول ولا الخمسه دي حاططها الثانيه، تفرق معاك؟ مش هتفرق معاك. تمام، مش هتفرق معاك. فانا قلت له ايه، لو الاي اصغر من او تساوي البي والاي برضه اصغر من او تساوي السي، خلاص انا ضمنت الاي اول واحده، حطيتها نوت اول واحده عشان دي ضمنت ان هي اصغر واحده. قلت له لو البي اصغر من السي خلاص يبقى البي تتحط والسي في الاخر. طب الس يبقى خلاص السي وبعد كده الاي. نفس المنطق ده همشي على البي، هقول له لو البي اصغر من او تساوي الاي، وفي نفس الوقت البي اصغر من او تساوي السي، يبقى لو البي اصغر من الاي واصغر من السي يبقى البي اصغر حاجه. طالما البي اصغر حاجه اهو هتلاقيه في العرض، بعرض البي كده كده في الاول. بس انا عايز اعرف ايه، هي الاي الاصغر من السي ولا السي الاصغر من الاي؟ لان خلاص انا اطمنت للبي، فاقول له ايه في ان الاي اصغر من السي. تمام، لو الاي اصغر من السي خلاص يبقى بي بعدها ايه بعدها سي. طب الس يبقى مش الاي يبقى سي، يبقى بي بعدها سي بعدها ايه، خلاص والبي كده كده ثابت. الس انا اطمنت مبدئيا انه اصغر رقم مين هو؟ السي، ما فيش نقاش. ليه؟ ما انا اطمنت اول سؤال اللي كان بتاكد ان الاي اكبر حاجه اصغر حاجه. طبعا لو انا عايز اقول من الاكبر للاصغر صح ولا ايه؟ لو عايز اطبع من الاكبر للاصغر هعكس كل الافكار بتاعتي، هبقى ماشي على بسال على الاكبر. سيبك من دي دلوقتي، ما تلخبطش نفسك. طمنت في الكونديشن الاول ان الاي اصغر حاجه، طمنت ان البي الاول هي اصغر حاجه. طب لو ما دخلش هنا وما دخلش هنا، انا مطمن خلاص يبقى سي اصغر حاجه.
ولذلك في الالس حطيت اول حاجه السي وبقيت اشوف بس هي البي السي اصغر حاجه، كنت بسال بس هي الاي ولا البي، لان الالس خلاص انا متاكد ان السي اصغر حاجه، فتقول لو الاي اصغر من البي خلاص يبقى الاي الاول بعد كده البي، الالس يبقى خلاص هي البي بقى يبقى البي وبعد كده. لو حبيت اكتب لي ده برنامج برنامج 29 ماشي. روح اسيب اكزامبل 28 اللي موجود 29 تمام تمام كويس جدا. تعالى بقى واحده واحده مع بعض كده شوف هنكتب ايه. الاول انا عايز اريد الاي والبي والسي او ان او 1 وان او 2 وان او 3، بس طبعا انا مشيت في الالجوريزم بتاعي كاتب اي وبي وسي، بقى امشي بنفس الترتيب عشان ما لخبطش نفسي وتبقى ايه الدنيا مرتبه. اي وده هقول له فلوت عشان ده رقم واخده بانبوت من اليوزر له انتر تمام. اي نمبر دخل لك رقم بيست بيست وغير اخلي اخد من ده مره السي واخد مره البي ومره السي، خلاص اخدت الثلاث ارقام اي وبي وسي اخدتهم على الجسر. اقول له اف ان الاي اصغر من او تساوي البي، بس لا اند في نفس الوقت ان الاي اصغر من او تساوي السي. في الحاله دي انا مطمن 100% ان الاي ان الاي اصغر واحده تمام. فانا هسال على الاي الفرق ما بين البي والسي انه الاصغر، اقول له اف ان البي اصغر من او تساوي السي. طبعا حطيت اقواس ما حطيتش اقواس انا بس يعني ايه مش تفرق معانا. لو البي اصغر من السي خلاص الموضوع اتعرف، اقول له برنت برنت الاي كوما البي كوما السي تمام كده هيعملهم لي مبنون مسافات لو ده كويس ماشي. إلس يبقى هي نفس الطباعه بس الوضع اللي هيختلف ايه؟ ان البي ما بقتش اصغر من السي. يعني هعمل كده يعني هبدل السي مع الايه؟ مع البي. سي وبدل البي. ده الحاله الاولى الجميله خالص، ارجع ومراجع كده ومراجع كمان. خلاص كده بقيت على مستوى الاف الاولى غير الاف والالس بتاعتها الداخليه دي. فدي الناس الس اف احنا بنكتبها الف صح؟ نكتبها الف وبعد كده بقى قايل له بقى البي هسال نفس الكلام بس على البي. انا ممكن اخد من ده كابي واشتغل المره دي بدل على ايه؟ هشتغل على مين؟ على البي. بس اقارن البي بالاي مره واقارن البي بالسي مره. وما اجي اسال ما اسالش على البي بقى خلاص البي طلعت بره الموضوع، انا اسال عن مين؟ عن الاي هل اصغر من السي ولا لا؟ لان البي انا مطمن لها كده كده انا هبقى مطمن هنا ان انا كده كده شغال على البي هنا ثابت. لكن لو الاي اصغر خلاص يبقى انا هحط هنا ايه وبعد كده السي. طب الس يبقى السي هي الاصغر يبقى السي ثم مين؟ ثم الاي. تمام؟ إلس أرجع كده ورا، لا أرجع كمان ورا، إلس معناها بقى ولا الإيه اللي هي الأصغر ولا البي هي الأصغر، خلاص السي هي الأصغر. ممكن آخد كده من الكابي من ال من القصة دي، أعمل بيست، أنا اطمنت إن السي هي الإيه؟ السي هي الأصغر، يعني كده كده أنا مطمن إن السي هتطلع هي الأصغر، بس بسأل بقى سؤالي على الإيه والإيه والبي، بسأل هل الإيه أصغر من البي؟ لو الإيه أصغر من البي يبقى إيه ثم بي. الس يبقى بي ثم الاي وخلصنا تمام بس وخلاص يعني كده خلصنا. شفنا بقى اف جوه الس اف جوه الس جوه اف ثانيه واطبع بره خالص برنت وممكن اقول له انبوت عشان اعلق لاب وادوس اف 5 هيدخل لي انتر نمبر ما بحبهاش بحب انا اعمل كده
كولون كده عشان افرق ما بين الرقم وبين الحروف اللي بتتكتب. كنترول اس اف 5، انا دخل لي رقم قلت له 5، بعد كده 17، بعد كده 7. طبعا المفروض يطلعوا 5 7 17، فقال لي 5 7 17 زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب لو شكل الطباعه مش عاجبك غير شكل الطباعه، اعمل مسافات، اعمل علامات زي ما انت عايز. قلت له 5، لو قلت له بقى ايه 3 وده اصغر واحد، ثم 15 ثم 17 بالترتيب بتاعهم 3 15 17، صح؟ ما عملش الترتيب. طب طبعا المفروض اجرب كل الاحتمالات، المفروض اجرب كل الاحتمالات اللي موجوده يعني. تمام، يعني اقول له 17 وبعد كده اقول له 0 وبعد كده 5، يطلعوا لي 0 5 17 الى اخره، وبقى اجرب واشوف كل الاحتمالات بتاعتك. بس قبل ما اسيبك هديك كده اساينمنت على نفس الفكره بتاعت النستد اف كده، تحاول تحلها بس اشرح لك على البسيط. هنكتب الجوريزم وبرضه نعمل فلوت شارت وننفذ البرنامج ككود ونتسته زي ما انا تست في الاخر، عملت تيست كده. البرنامج ده بيحدد افضل الطرق للذهاب للبيت. بتقول لابنك مثلا تروح بالميكروباص او بالباص او بالترين على حسب الحالات. ايه الحالات؟ انا عندي حاجتين باخدهم باليوزر، باخد الويذر يا اما باد يا اما جود، ترو او فولس زي ما انت تحب، خليها باد وجود مثلا. وباخد التايم خلاص قبل 12 او بعد 12 لو احنا مثلا بندخل بال 24 ساعه. فانا الاول بقول لليوزر، بقول لليوزر دخل لي الويذر، بعد كده بقول له دخل لي الايه التايم. تمام كده، التايم طبعا رقم صحيح، والويذر سترينج كلمه جود يا كلمه باد. تمام، وبعدين بناء بقى على الكلام ده انت تبدا تفكر ايه هو. انا هخليه ياخد القطار اذا كان الطقس سيء، يعني لو الطقس جاي لي الويذر جاي لي باد خلاص قطر. اخد اتوبيس لو كان الطقس كويس، يعني لو الطقس مش باد نوت باد هقول روح بالباص بس كده. قال لك وياخد الميكروباص لو كان التايم قبل 12، يعني اقل من ال 12، وبرده الطقس مش باد. يبقى لو باد خلاص اتفقنا ان هو ترين، إلس يبقى انا عندي حلين. اشوف بقى لو الساعه قبل 12 يبقى المفترض ان هو ياخد الميكروباص، لو هو الساعه بعد 12 المفروض يبقى ياخد الايه الباص. حاول تعمل دي وبالتوفيق والسلام عليكم.